أهلا ومرحبا بكم من جديد. تعقد غدا الأحد في مجلس الأمة جلسة خاصة لمناقشة والتصويت على قانون الرياضة الجديد المتوافق مع متطلبات الجهات الدولية. وقد أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تفاؤله بأن يساهم القانون في رفع الإيقاف الرياضي الظالم. وستحضر الحكومة الجلسة وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية بشأن الدعوة لجلسة خاصة، لأن الموضوع يعتبر من عاجل الأمور لارتباطه بمواعيد خارجية لا تملك تغييرها. قبل يوم واحد من اجتماع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة طارئة لمناقشة قانون الرياضة الجديد والتصويت عليه، الأمر الذي قد يساهم القانون في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية. وجهت الدعوة إلى الحكومة وإلى الأخوة النواب لحضور جلسة خاصة، أي اجتماع غير عادي، للمجلس يوم الأحد المقبل الموافق 3 ديسمبر، وذلك لإقرار قانون الرياضة الجديد المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم. إن سبب هذه الدعوة المستعجلة والطارئة يتعلق بمواعيد خارجية لا نتحكم بها، اجتماعات خارجية لها مواعيد مسبقة، وهناك اجتماع مهم في يوم 4 ديسمبر. الحكومة أعلنت عن حضورها للجلسة الخاصة المقبلة، وستقوم بكل ما هو مطلوب لإقرار قانون الرياضة الجديد. بناء على دعوة من رئيس مجلس الأمة وفقا لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية الدعوة لجلسة خاصة، وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، نعم الحكومة ستحضر لمناقشة هذا الأمر المهم، وهو المرتبط بإيقاف الرياضة الكويتية وإقرار القانون المطلوب إقراره إن شاء الله في جلسة خاصة. وبدون أدنى شك هذه الجلسة الخاصة هي مقررة فقط لمناقشتها. أيضا هذا الأمر من العاجل من الأمور، ونرى الحكومة أنه مرتبط بمواعيد خارجية لا نملك إحنا في تغييرها وتقييدها. كل ما هو مطلوب منا في جلسة خاصة لإقرار قانون مرتبط بالشأن الرياضي الكويتي. نعم، هناك كانت مستجدات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإن شاء الله سوف نتكلم وهي مستجدات إيجابية وجيدة بإذن الله. سوف نتكلم في الجلسة. القانون يجب أن يقر قبل هذا التاريخ لكي يتنسل لنا اتخاذ كافة الإجراءات الكاملة، وبإذن الله هذه كلها خطوات يعني تتجه إلى محاولة رفع الإيقاف. بإذن الله هناك تعاون كبير وجيد، وهناك بذول جهود كبيرة بذلت في الفترة السابقة، وهناك تجاوب كبير جداً من الاتحاد الدولي. من جانب آخر، أكد أعضاء مجلس الأمة على أن إقرار قانون الرياضة أمر ضروري في ظل وجود تجاوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. طبعا صحيح أن حكومة التصريف العاجل من الأمور، ولكن هذا القانون يعتبر كذلك من العاجل من الأمور، لأنه لو ما صوتنا عليه حاليا وطافت المدة 24/12 راح نكون ذلك ما زلنا في موضوع الإيقاف. الحمد لله خلاص هذه المرحلة اللي كنا نبي نوصلها الآن وصلناها، والقانون الآن بملاحظاته وموافقاته من الاتحاد الدولي لكرة القدم موجود. فأنا أتمنى الأخوة النواب أنهم يعني يلتزمون بالحضور. الرياضة الكويتية على موعد مع عودة الروح إليها من جديد من خلال إقرار القانون الجديد لها في جلسة الغد. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.